السلام عليكم يا أصدقائي، اليوم سأقرأ لكم دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدني فيه لعمل الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وأدخلني فيه برحمتك دار القرار، بإلهيتك يا إله العالمين. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. لا تنسوا صاحب الزمان من دعائكم. في أمان الله.